السلام عليكم طلاب، إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله الله يحفظكم من كل مكروه ويبعد عنكم هذا الوباء مع بداية السنة الدراسية الجديدة. محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الأولى ضمن سلسلة المحاضرات الفصل الأول لمادة الإلكترونيكس، وراح تكون بالبداية هي ريفيو لتحليل الدوائر الإلكترونية بالأي سي analysis اللي أخذته المفروض بالثاني، فيكون ريفيو لبعض المواضيع اللي أخذتوها بالمرحلة السابقة مع تفاصيل أكثر وأدق وأمثلة عن الموديلينج المستخدمة بتحليل الدوائر الإلكترونية ضمن الأي سي دومين مع وجود الإشارات المتناوبة. يكون عندنا بالبداية، حبيت بس أذكر أنه المصادر اللي نعتمد عليها في محاضراتنا واللي ممكن تطلعون عليها، وإن شاء الله راح أرفعها لكم إلى الكلاس كبي دي أف حتى تقدرون تستخدموها، تقرون الأمثلة بها بشكل أوسع، بها أمثلة متعددة. والمصدر الأول هو Electronic Devices and Circuit Theory لبوليستيك، والElectronic Devices لفلويد، مايكرو إلكترونيكس لنيمان، والمصدر الأخير اللي هو إلكترونيك سيركت أناليسز لكيشون. هذه المصادر راح نعتمد عليها في محاضراتنا، ما راح أذكرها بعد أثناء المحاضرة، فتتعرف هذه هي أغلب الأمثلة اللي موجودة بالمحاضرات، والتكست المكتوب هي من هذه المصادر، وبالذات المصدر الأول اللي هو لبويلستيد راح يكون عندي أغلب التكست اللي موجود بالمحاضرات والأمثلة هو من هذا المصدر. في بعض الأحيان أنا أضيف لكم بعض المصادر، العفو، بعض الأمثلة اللي أنا أضعها وتكون يعني بمخطط دائرة نحلها. عادة أستخدم برنامج الـ NI Multi Sim في وضع الدوائر وتحليلها، واللي أنا ضفته لكم ضمن كلاس المختبر اللي تقدرون تنزلوا وتستخدموا لتحليل الدوائر والأمثلة حتى تقدر تعرف أجوبتك صحيحة، تقدر تشوف الحل مالتك، الفولتج، التيارات اللي في أي دائرة باستخدام هذا البرنامج. فهذه المصادر أيضا راح أخليها لكم ضمن الكلاس حتى تقدرون تطلعون عليها. البارت الأول مثل ما ذكرنا اللي راح ناخذه في هذا ضمن مجموعة محاضرات، طبعا هذا البارت لأنه يعني واسع بعدة مواضيع، اليوم راح ناخذ جزء من هذه المواضيع وبعدها نكمل على هذا البارت في الأسابيع القادمة إن شاء الله. البارت اللي خصني هذا هو الامبليفاير فريكوانسي ريسبونس اند كاركترستكس، يعني مواصفات والبيهيفير مال الدائرة شلون يتصرف مع التردد وتأثير التكبير، تأثير المقاومات، تأثير المتسعات على الامبليفاير. فالأوبجكتيفز، الهدف من هذا انه اوصل الى مرحله انه شلون اوجد الاكوفالنت موديل للاي سي بارامترز للباي بولر جكشن ترانزستور BJT والجي فيت اللي هو جنكشن فيلد افكت ترانزستور، والمفروض تاخذتوها العام اثنينهم شنو الفرق بيناتهم. فهذه راح اولا الغايه من هذا البارت انه اوصل الى مرحله اعرف كيف اعمل الاكوفالنت موديل لهذه التون تايبس of transistors، فهم ومعرفة تأثير الـ source resistance والload resistance على الـ overall gain للأمبليفاير، كيف تأثر مقاومة الحمل ومقاومة المصدر على التكبير النهائي للترانزستور أو للدائرة. أيضا أبدي أفهم البارامترز والكاركترستكس اللي مرتبطة بالتو بورت سيستم ابروتش، اللي هو كيف اعمل اناليسز للمالتي ستيج وللسنجل ستيج، ويمكن انتم بديتوا بها بالمختبر بعض بالتجربتين الحالية، لكن احنا راح ناخذها بتفصيل اكثر وبشكل واسع عن كيف نحلل الدائرة السنجل ستيج والمالتي ستيج امبليفاير. اللي يهمني ايضا نقطه مهمه جدا نركز عليها انه معرفه استخدام الار اي الهايبريد والهايبريد باي مودلز للباي بولر جكشن ترانزستور، واكثر شيء احنا راح نركز بمحاضراتنا على الار اي موديل، وهسه نشوف ليش اثناء الشرح انه راح نقلل الاهتمام بالهايبريد اللي هي الهج بارامترز اللي اخذتوها ايضا يمكن الثاني.
راح نركز على موديل جديد اللي هو الار اي، واللي هسه نشوف اسباب هذا التركيز عليه. في هذا البارت ايضا راح نكون عندنا مثل ما قلنا نعرف هذه المودلز شلون نستخدمها، لكن اكو نقطه عندي مهم انه ابدي بفهمها، انه انا عندي عاده الاشارات اللي موجوده تسلط لاي دائره الكترونيه تقسم بشكل عام الى قسمين اللي هي السمول سيجنال واللارج سيجنال. الفرق بها يعني اعرف انه من الاسم انه سمول سيجنال اشارات بفولتيات قليله، اللارج سيجنالز هي اشارات بفولتيه عاليه وعاده تستخدم بالباور امبليفايرز. لكن هو ماكو حقيقه فد خط فاصل حد بين شنو السمول شنو اللارج سيجنال، ايش قد الليفل مال كل وحده من عندهم. حقيقه هو ماكو فد قانون يفصل بين هذه القيمتين، لكن احنا هسه نمر عليها بشكل عام. السمول سيجنال اناليسز او اللي سمول سيجنالز اللي مسلطه على الدوائر هي اللي تعنيني هسه اني في هذا البارت. راح ناخذ ان شاء الله بالمواضيع اللي لاحقه وبالكورس الثاني اللي هو اللارج سيجنال اناليسز للامبليفايرز. هسه اللي يهمني في هذه الاناليسز هو السمول سيجنالز، اللي اعرف من خلال هذه الكلمه انه اني عندي اشارات قليله قد تكون بالملي فولت قد تكون بالمايكرو فولت قد تكون، لكن ما تتجاوز الى فولتس بحيث يكون الاشاره عندي تاثيرها عالي على الامبليفاير، لانه عاده ما تكون الامبليفايرز اللي ندرسها في هذا الجزء واللي هي تختص السمول سيجنال اناليسز هي ضمن البري امبليفايرز المكبرات الابتدائيه اللي تكبر لي اشاره صغيره جدا وتهيئها الى ليفل معين تكون جاهزه ان تعطى الى الباور امبليفايرز اللي هي اللارج سيجنال اناليسز. فهذا فد شيء عام اللي راح نبدي بيه مثل ما ذكرنا هي هذه المودلز للسمول سيجنال اناليسز. عندي 3 مودلز راح نستخدمها اللي هي الار اي موديل، الهايبريد باي، والهايبريد ايكوفالنت موديل للسيركتس. بشكل عام في الاي سي دومين تكون عندي بما انه امبليفاير عندي، فاذا هذا الامبليفاير راح يكبر لي الاشاره، ما معناها الاوتبوت باور تكون عندي هي اعلى من الانبوت باور. زين احنا نعرف انه الكونزرفيشن اوف انرجي لو يعني ماكو عندي انه اي جهاز تدخل له قدره معينه يطلع قدره اعلى من عندها يزيد القدره من لا شيء، يعني الطاقه لا تتناول ولا تستهدف. لكن هذا التكبير بالباور من اني من شلون جاي انا احصله، بما انه انا السيجنال اللي ذكرت انه تدخل عندي بباور قليل تطلع عندي من الامبليفاير، بما انه امبليفاير راح يكبرها بباور اعلى. الحقيقه هو العامل اللي يضيف لي الباور هو الدي سي باور سبلاي، يعني انا ما اقدر اشغل الترانزستور بالاي سي موديل بدون الدي سي باور سبلاي. لكن هسه نشوف احنا ليش ذكرنا هذه، لانه حتى اعرف شلون احسب الباور، وايضا نشوف انه هذا الدي سي باور سبلاي حقيقه اثناء الاناليسز انا ما استخدمه، يعني ما له وجود، راح الغي اثناء الاي سي اناليسز، لكن هو موجود فعليا بالبراكتيكال سيركت حتى ينطيني الطاقه والقدره للامبليفاير حتى يكبر الاشاره. اذا انا عندي بهالحاله دائما تكون عندي الافشنسي هي البي اوت على البي ان، وبما انه هي ما ممكن تكون greater than 1 اذا عندي المصدر اللي يضيف لي الباور هو الدي سي باور سبلاي. من هذا اعرف انه الافشنسي في هذه الحاله لدوائر المكبرات الالكترونيه هي البي اوتبوت اي سي على البي انبوت اي سي زائد البي انبوت دي سي اللي هي داخله لي من الباور سبلاي. لكن ايضا اعرف من خلال الاناليسز مال الدوائر انه البي انبوت اي سي دائما تكون صغيره جدا قيمتها، وهسه نشوفها نمر عليها في بعض الاسئله بالحسابات نشوف انه قيمتها صغيره جدا. اذا في هذه الحاله اقدر اهمل هذا المقدار مقارنه مع البي انبوت دي سي، واقدر اقول الافشنسي بكان ما احسب البي انبوت واللي هي قليله جدا راح تكون عندي كشيء تقريبي وقريب من المنطق جدا والبراكتيكال سيركتس انه البي اوتبوت اي سي على البي انبوت دي سي. هذا القانون العام. اذا خلينا ناخذ مثال بسيط مجرد ناخذ فكره عن كيفيه الحساب. عندي باور امبليفاير القيمه التيار الخارج الى
load resistance اللي هي 2.2 كيلو اوم هو ال RMS value هو 5 ملي امبير. ومصدر الفولتية الدي سي هو 18 فولت، الدي سي كارنت مقداره 3.8 ملي امبير. اللي احتاجه حتى احسب الافشنسي راح احسب الباور اي سي واللي هي تكون عندي على المقاومة 2.2 كيلو اوم ومقدار التيار بها 5 ملي امبير، واعرف انه الباور اقدر احسبها اي سكوير ار. فاي سكوير اي اوتبوت الاي سي سكوير في ار يطلع لي 55 ملي واط، والبي انبوت هي الفي سي سي في الاي انبوت دي سي واللي هي هذه قيمتها الفي سي سي 18 فولت والاي دي سي هي 3.8 ملي امبير. طلعت الباور عندي بالانبوت دي سي هي 68.4 ملي واط. بهالحاله اقدر احسب الافشنسي بشكل مباشر من البي اوتبوت اي سي على البي انبوت دي سي، وطلعت عندي 80.4%. الان هذه فكره عن حساب الباور وليش تكون عندي الباور، كيف تكون عندي الباور اوتبوت هي اعلى من الباور انبوت. راح نحتاج هذه العمليه يمكن بعدين في مراحل قادمه في محاضرات قادمه بالباور امبليفايرز نستخدمها اكثر. حاليا راح نركز على موضوع مهم اللي هو البايبولر جنكشن موديلينج، الترانزستور موديلينج. كيف نسوي الموديل؟ الموديل هو حقيقه هو هذا تعريفه بشكل بسيط، is a combination of circuit elements properly chosen that best approximate the actual behavior of semiconductor device under specific operating condition. يعني هو عبارة عن خليط أو combination of circuit elements، قيم لعناصر دائرة مختارة بشكل صحيح تنطيني أفضل وصف، أفضل وصف للدائرة الإلكترونية الحقيقية. يعني لاحظ هذه العبارة تعني لأنه ماكو إكزاكت بالضبط مثل البراكتيكال، لازم أكو فرق عندي، يعني لازم أنا أستخدم بعض الأبروكسيميشنز التقريب حتى أوصل إلى موديل مبسط ينطيني أفضل وصف للدائرة الحقيقية بس ما ينطيني 100%. وهسه نشوف الابروكسيميشن اللي نستخدمه حتى نوصل الى موديل بسيط ممكن ان استخدمه لوصف الدائره وايجاد تكبير الفولتيه، ايجاد التيار والى اخره. ذكرنا انه انا عندي اكثر من موديل، مو وقلنا انه من ضمن هالهايبريد ايكوفالنت نتورك وعندي الار اي، وقلت انا ببدايه المحاضره انه احنا راح نركز على الار اي موديل وهو مفضل حاليا. والسبب انه انا عندي بالهايبريد ايكوفالنت سيركت دائما تكون عندي قيم البارامترز اللي مستخدمه في الهايبريد هي معتمده على الداتا شيت للترانزستورز، للسبيسيفيكيشنز اللي موجوده بالداتا شيت عندي. فهذه تنطيني، طبعا هذه مستخدمه سابقا، يعني كل اذا نشوف هي يعني عمليات الاناليسز مال السيركت الترانزستور سيركتس اللي موجوده بالسبعينات بالستينات بالثمانينات هي دائما معتمده على الهايبريد ايكوفالنت نتورك. لكن المشكله مالتها هذه هي معتمده البارامترز هذه معتمده على الداتا شيت مال المواصفات اللي تقدمها الشركات الى لكل ترانزستور. اكو عندي داتا شيت بمواصفات هذه الاناليسز معتمد عليها، لكن الار اي موديل ينطيني فد ابروكسيميشن الى الدائره الحقيقيه العمليه وهو ابسط هواي من الهايبريد اناليسز. هسه لما نجي نشوف الاناليسز اللي راح نستخدمها بالامثله القادمه نلاحظ هو فعلا اسهل بالاستخدام والاناليسز من الهايبريد اناليسز. ثاني شيء إيجاد الـ RE يعتمد على تيار الإمتر واللي ينطيني أقرب ما يكون إلى الأناليسز الفعلي للدائرة. ما راح أعتمد كثيرا على الـ Properties والـ Data Sheet مع الترانزستور، ما عدا أحتاج البيتا أو هي اللي هي تعني لي تكبير التيار بالدي سي، وهذا هو اللي يهمني. في أي موديل أجي أسوي للترانزستورز عادة ما تكون عندي مثل ما ذكرنا مصدر دي سي
ومتسعات مرتبطة بالترانزستور. حتى أوجد الموديلينج أو الدائرة المكافئة للترانزستور، مثل ما ذكرت أنه أنا أول شيء ذكرتكم دي سي سوس راح يلغي من الدائرة، أنا ما استخدمها أثناء الأناليسيس. فأنا حقيقة حتى أبسط هذه الدائرة وأحولها إلى دائرة فعلا مكافئة بسيطة أقدر أستخدمها بالأناليسيس، راح أحتاج أنه ألغي بعض الأجزاء بهذه الدائرة أحولها إلى شكل جديد. أول شيء أحتاج أنه الـ VCC راح أعتبره شورت سيركت مربوط إلى الأرض، لأنه أنا أعرف المصادر الفولتية من أجي أقربها بدائرة أعتبرها شنو شورت سيركت. فهذا أول شيء راح أشيل الـ VCC أعتبره شورت سيركت. بعد تبقى عندي هذه المتسعتين C1 وC2 والمتسعة الثالثة C3، هذه C1 وC2 نسميها coupling capacitors، يعني متسعات الربط بالأجزاء البقية من الدائرة. يعني أنا الأوتبوت راح أربطه إلى جزء آخر بالدائرة فنسميه coupling capacitor، والإنبوت مربوط إلى السورس أيضا من خلال C1 اللي هي coupling capacitor. المتسعة اللي تربط إلى RE نسميها bypass capacitor، واللي هي حتى نستخدمها حتى تقلل لي الار اي وتزيد لتكبير الدائره، وهذه لها حساباتها صراحه نعتبرها. هذه المتسعات في تردد العمل الطبيعي انا اعتبرها شورت سيركت، لها اثر في ترددات معينه، عم لها اثر، ومثل ما اخذت بالمختبر انه انا عندي باندويث لما يقل التردد عن حد معين تبدي هذه تظهر ممانعات عاليه، فشي يصير عندي تكبير السيركت راح يقل. لكن أنا من أجي أسوي أناليسز نظري إلى دائرة أعتبر أنه التردد اللي موجود على الدائرة هو أعلى من الكاتوف فريكوانسي اللو كاتوف فريكوانسي، وراح يكون ضمن مكان هذه المتسعات بيتكون كأنه شورت سيركت. طبعا إحنا حساب الكاتوف فريكوانسي والباندويت راح نستخدمه ونشوفه ونشوف تأثير هذه المتسعات على الباندويت، لكن حاليا هسه أنا في هذه المحاضرات اللي بالبداية ما أحتاجها أعتبرها شورت سيركت. إذن أول شيء سويت شورت سيركت للVCC، سويت شورت سيركت للمصادر الAC أيضا، هذا المصدر يكون شورت سيركت، شورت سيركت لكل المتسعات. إذن هسه صار عندي دائرة جديدة، مو راح تتحول إلى دائرة جديدة هذه الشكل الدائرة، لأنه أنا فعليا هسه المتسع المقاومة هي رايحة للأرضي، مقاومات الار بيس الار 1 والار 2 ايضا رايحة للأرضي، والمصدر عندي موجود، المتسعات كلها اللغة صارت شورت سيركت، فالإمتر ربط كأنه دايركت بالجراوند. فإذا هذه مختصر للخطوات اللي انا ذكرتها لكم، انه اسوي setting all DC sources to zero يعني ابدلها بشورت سيركت، المتسعات كلها ابدلها بشورت سيركت، بعدين اجي للبايباس شورت سيركت اكوفالنت سيركت هذه احولها وارسم الدائره من جديد الى اكوفالنت سيركت جديده. في هذه الاكوفالنت سيركت الجديده لو الاحظ عندي الفي ان مسلط في هذه النقطه بعد الار اس، لانه الار اس هي الانترنال ريزيستنس او الامبيدنس مال المصدر، يعني هذه المقاومه الداخليه للمصدر حقيقه الفولتيه المسلطه على الترانزستور والدائره هي ما بعد هذه الريزستور. وايضا الاحظ انه عندي زد ان اللي هي ممانعه الدخل، زد اوت اللي هي ممانعه الخروج لهذه الدائره، الاي اوت هو التيار اللي يمر عندي بالكولكتر، والاي ان هنا عندي، وعندي الاي بيس التيار اللي يمر للبيس. زين خلينا نجي نشوف هسه من هذه الايكوفالنت سيركت اللي سويناها شنو الار اي موديل، وشلون اوجد البارامترز مالته، وكيف استخدمه في تحليل الدوائر الإلكترونية. الRE موديل ممكن أن أوجده لكل أنواع الربط اللي معروفة عندي بالترانزستور اللي هي الكومن إميتر، كومن بيس، وكومن كولكتر، وأكيد تمر عليكم بالمرحلة السابقة، مع وجود بعض التقريب approximation أسوي لبعض البارامترز حتى أسهل الحل. أقدر أخذ بالتفصيل الحل بدون approximation، أقدر أوجد الapproximation وأوجد الحل. لو نجي نشوف هذه الإكوفالنت سيركت للترانزستور، لاحظ هذا الترانزستور هسه أنا فعلي هو اللي داخل إلى التيار هو IB،
مو والفي ان هي الفولتية المسلطة على البيس. فحقيقة هو أنا اللي أوجده إنه الفولتية هي نفسها الفي بي إي، الفولتية هي نفسها الفولتية المسلطة على البيس لأن الإميتر صاير بالأرضي، والآي بي هو نفس الآي إن هنا عندي للترانزستور بعد إلغاء مقاومات البارالل اللي موجودة ويا الترانزستور. الآن من هذا إذا أريد أجي أحسب التكبير وأرسم الدائرة، أول شيء أحتاجه الآر إي هي فكرتها أنه أوجد ممانعة داخلية موجودة في داخل الترانزستور بهذا المكان، يعني داخلية هذه بداخل الترانزستور، ودائما نرمز لها بالرمز السمول، لاحظ الرمز السمول آر إي سمول، أكو آر إي كابيتال، يعني هسه أنا لو أرجع إلى الدائرة هذه الآر إي كابيتال أنا لغيتها، بس إيش بقى عندي؟ بقى عندي مقاومة داخلية بداخل الترانزستور بالجنكشن مال البيس تو إميتر، هذه نرمز لها بالرمز آر إي سمول. أنا هذه اللي أحتاجها أحسبها حتى أوجد تكبير الدائرة. زين خلينا نجي نشوف شلون نحسبها. اللي أحتاجه هو أنه أوجد الآي إي دائما، هذه المقاومة الآر إي مرتبطة بقيمة التيار اللي مر عندي بالترانزستور واللي هو الآي إي. زين الآي إي طبعا أعرف أنه أنا شلون أوجده من البايسنج الدي سي بايسنج. زين كيف أحسب الآر إي؟ قانون ثابت عندي، الآر إي تساوي 26 ملي فولت على الآي إي بالملي أمبير. أوكي الآي إي بالملي أمبير، طبعا في بعض الكتب يستخدم 25 ملي فولت، بعضها يستخدم 26. احنا راح مثل ما ذكرت لكم المصدر الاول احنا راح نعتمد عليه مال بولستيد اللي هو اكثر شيء نعتمد عليه، عاده ما يستخدم 26 ملي فولت مو 25 ملي فولت، وراح ما راح يكون ذاك الفرق الكبير حقيقه بعض القيم. فاحنا راح نستخدم القانون اللي هو معادله 1:3 اللي هي الار اي تساوي لي 26 ملي فولت على الاي اي. هذه راح تحول لي هذا الترانزستور إلى دائرة مكافئة جديدة. الدائرة المكافئة الجديدة هي ألاحظ بيها مقاومة الأنبوت بيتا آر إي، ومصدر التيار بجهة الكولكتر هو بيتا آي بي. زين واللي يمثل لي تيار الكولكتر وهذا تيار البيس. زين من هذه إذا أجي أريد أحسب التكبير الشر راح اسمه والزد ان. الزد ان طبعا بهالحاله هي الفي اوفر اي، مو اي ممانعه هي عباره عن الفولتيه على التيار. الزد ان اذا بهالحاله راح تساوي للفي ان هذه على الاي بي، وبهالحاله الفي ان هي في بي اي على اي بي. لاحظ زين الفي بي اي شو تساوي لي؟ تساوي لي الاي اي في الار اي، واللي الاي اي هو شي يساوي لي الاي سي زائدا الاي بي في ار اي، وهذه انتم ماخذيها المفروض بالعام الاي اي يساوي لي الاي سي زائد الاي بي. الان الاي سي يساوي لي بيتا اي بي بلس اي بي تبقى في ار اي، اذا هي عباره الفي بي اي راح تساوي لي بيتا بلس 1 في اي بي في ار اي. أرجع أعوض عن هذه الـ VBE في هذه المعادلة، ZN تساوي للـ VBE على الـ IB، عوض عنها بهذه القيمة راح تصير بيتا بلس 1 على في IB على RE على IB. الـ IB راح يختصر، شبقى عندي ZN تساوي لي بيتا بلس 1 في RE، لكن أعرف أنه بيتا بلس 1 أقدر أقربها إلى بيتا، مو؟ تساوي تقريبا بيتا لأنه بيتا عادة كبيرة تكون قيمتها 100 أو أكثر من 100، فهذا التيرم أقدر أقربه إلى بيتا، وبهالحالة إيش راح تساوي للزد إن؟ بيتا آر إي واللي هي هنا اعتبرتها مقاومة بالموديل مقدارها بيتا آر إي. أوكي؟ فإذا هسه صار واضح عندي منين إجت هذه القيمة، إنه أنا نتيجة الحساب هذا من هذه الدائرة أوجدت أنه ممانعة الانبوت هي بيتا آر إي، مصدر التيار اللي بالكولكتر هو أكيد بيتا آي بي لأنه الآي سي يساوي لبيتا آي بي.
أيضا عندي مقاومة أخرى موجودة بالترانزستور اللي تكون عندي في الأوتبوت اللي هي مع الكولكتر تكون مربوطة. هذه المقاومة اللي يحددها حقيقة هو الكاركترستيكس مال الترانزستور اللي هي هذا الميلان يمثل لي إياها، هذا السلوب. لاحظ هذا السلوب شو يمثل لي؟ دلتا واي على دلتا اكس، يعني تغير اي سي بالنسبه الى تغير في سي اي راح ينطيني هذا طبعا ادمتنس مو اللي هي بالسيمنز اللي هو واحد على ار او. اذا الار او من هذا الشكل اقدر اوجدها بايجاد تغير فولتيه الفي سي اي نسبه الى تغير الاي سي. هذه عاده تعطى ضمن المواصفات أو الكيرف مال الترانزستور، لكن هي عادة تكون قيمتها بحدود 40 إلى 50 كيلو أوم. طبعا تختلف من ترانزستور، ممكن بعض الترانزستورات تصعد إلى 200 كيلو أوم، لكن هو الرينج اللي معتاد نستخدمه هو بين 50 إلى 40 كيلو أوم. وبهالحالة راح تظهر عندي وين بالأوتبوت توازي مع مصدر التيار اللي هو الكرنت الكولكتر كرنت. إذن الموديل الأخير الـ RE موديل نسميه الـ RE موديل للترانزستور هو هذا الشكل مالته. هذا الترانزستور، هذا بيس، هذا إميتر، هذا كولكتر. أي ترانزستور أقدر أمثله بمقاومة داخلية مقدارها بيتا RE بالإنبوت تظهر بالبيس، مصدر تيار بالكولكتر مقدارها بيتا IB، ومقاومة بالأوتبوت مع الكولكتر مقدارها RO. من هذا أقدر أوجد إذن هسه أنا الموديل لأي ترانزستور ولأي كونفيجريشن وأمثله في الدائرة وأربط الأجزاء الخارجية البقية مع الدائرة وأوجد التكبير ومواصفات الدائرة. خلي نأخذ بالبداية أول كونفيجريشن واللي إحنا يعني ماخذينه أيضا سابقا اللي هو الـ Common Emitter Fixed Bias Configuration واللي هو هذا Fixed Bias، معناها عندي مقاومة للبيس تنطيني قيمة تيار ثابت مع الـ VCC ويمر عندي RC معين وأقدر أوجد تحليل الدائرة حسب الـ RE Model. الآن ألاحظ أنه عندي الـ VN يكون داخل بشكل مباشر على البيس لأنه المتسعات هذه تلغي تصير شورت سيركت، المصدر الـ VCC صير عندي شورت سيركت، فالإكوبلنت سيركت راح تكون بهالشكل. لاحظ هذا الجزء المظلل هو نفسه هذا الموديل، أوكي؟ هذا الجزء المظلل أنا عوضت عن الترانزستور هذا الجزء المظلل بهذه الدائرة اللي هي بيتا RE الـ Input Resistance، المصدر التيار هو بيتا IB وممانعة أو مقاومة داخلية بالأوتبوت مقدارها RO ومربوط معها توازي الـ RC والـ RB بالأنبوت، الـ RC بالأوتبوت الـ RB بالأنبوت. هذا الربط ألاحظ أنه عندي VN و ZN اللي هي الكلية للدائرة، الـ IN هو مو نفس الـ IB لأنه عندي جزء من التيار يمر هنا بالـ RB، وأيضا الـ IO هو مقدار الـ IC لكن أيضا بالداخل يمر عندي جزء من التيار ضمن هاي المقاومة الداخلية للترانزستور. إذن من هذه الدائرة هسه أقدر أسوي analysis أوجد قيمة الـ RN أو الـ ZN وأقدر أوجد الـ ZOUT اللي أشوفها بالـ output وأقدر أوجد الـ AV مقدار ربح الفولتية. ألاحظ الـ ZN هو عبارة عن هذه المقاومة توازي مع هذه المقاومة، مقاومتين توازي RB توازي مع بيتا RE، لكن RB هذه عادة تكون قيمتها أكبر بهواية من البيتا RE، فأقدر أحمل الـ RB التوازي وأحولها إلى فقط بيتا RE. طبعا أكو عندي فد مو قانون نقول وإنما فد يعني common sense إنه فد شيء معروف، خلينا نقول إنه أي مقاومتين توازي لما تكون عندي واحدة من عندهم أكبر من 10 أضعاف الثانية
أقدر ألغي المقاومة الكبيرة هذه. فلما بيتها تكون عندي مقدارها أكبر بأكثر من 10 مرات مقدار بيتا آر إي، أقدر أهمل آر بي. طبعا هذا تقريب لتسهيل الحل، أوكي؟ إذا أريد أحل حل دقيق لا لازم أدخل آر بي وياي بالحل، لكن إذا ما مطلوب منك بالسؤال إنه إلا تدخل بيتا العفو آر بي، تقدر تهملها وتحل السؤال بدونها، راح يطلع عندي تقريب. طبعا كل ما يكون الفرق أكبر بين آر بي وبيتا آر بي هذا القانون يكون صحيح عندي، والزد إن هي فقط راح تساوي لي هذه المقاومة على اعتبار هذه جدا كبيرة بالقيمة فتهمل. زين، نفس الشيء بالآوتبوت عندي الآر أو توازي مع الآر سي، فأيضا هذه الزد أو يساوي للآر سي توازي مع آر أو، وأقدر أعتبرها فقط آر سي. ليش؟ لأنه عادة الآر سي تكون قليلة والآر أو كلش كبيرة بالقيمة، يعني هذه القيمة مال الآر سي عادة تكون 1 كيلو أوم 2 كيلو أوم، لكن الآر أو مثل ما ذكرنا بين 40 إلى 50 كيلو أوم، فهي أكبر من 10 أضعاف هذه القيمة، فأقدر أهمل هذا. إذا لاحظ إيش صار عندي هسه بالتقريب، هملت الآر بي وهملت الانترنال ريزيستنس الآر أو، فبقت عندي فقط بالإنبوت هذه المقاومة وبالأوتبوت هذه المقاومة. الآن حتى أحسب الجين لهذا الأمبليفاير اللي هو الأي في، راح أجي أستخدم القانون عندي الـ V-out تساوي لي، لاحظ هذا الـ V-out شي يساوي لي هسه المفروض I أمو في هذه المقاومات، واللي راح يساوي لي بيتا IB في RC توازي مع R أو small. لكن أعرف أنه الـ IB شي يساوي لي VM على بيتا آر إي، لاحظ هنا عندي الـ IB يساوي لي VM على بيتا آر إي، هذه المقاومة. أنا ما راح أخذ الـ IN مو R، أنا أحتاج هسه فقط الـ IB، لأنه هذا مصدر التيار هو عبارة عن بيتا في IB. أرجع إلى هذه المعادلة، أعوض عن الاي بي بقيمة في ان على بيتا ار اي، وبهالحالة ايش راح يصير عندي؟ ارجع اعوض عنها في هذه المعادلة، في اوت الفي اوت بوت تساوي لي ماينس بيتا في الاي بي، عوضت عنه في ان على بيتا ار اي مضروب في الار سي توازي مع الار او. طبعا بهالحالة البيتا راح تختصر عندي، ايش راح تصير عندي؟ في ان ماينس في ان على ار اي في ار سي توازي مع ار او. وبهالحالة أنا اللي أحتاج التكبير اللي هو شنو الـ V output على الـ V input، أقسم على V in طرفي المعادلة، راح تصير عندي الـ AB يساوي لي V out على V in ويساوي لي minus RC توازي مع RO على RE، أوكي؟ هذا المقدار بالمعادلة. ومثل ما ذكرنا انه هذه المقاومتين التوازي الـ RO تكون كبيرة جدا بالقيمة، فأقدر أهملها تبقى عندي minus RC على RE. إذن كمختصر عندي التكبير ZN يساوي لي بيتا RE، ZOUT يساوي لي RC، والـ AV مقدار التكبير هو عبارة عن minus RC على RE. لاحظ هذه الإشارة السالبة ما يعني هي مو تعني لي إنه التكبير قليل، لا، وإنما تعبيني إنه الفيس شيفت بين الإنبوت والأوتبوت هو مقداره 180 درجة، يعني الإشارة اللي طالعة عندي بالأوتبوت فولتيتها أو الفيس شيفت مالتها معكوس للإنبوت، لما تزيد عندي الأوتبوت الإنبوت الأوتبوت ينزل فولتيته وبالعكس، أوكي؟ لأنه الآي بي الآي سي يكون بنفس الفيز مع الآي بي، لكن لأنه الفرق جهد على الـ V-out هذه على الكولكتر هو الـ VCC minus الـ RC، لأنه بوت جهد عندي على الـ RC راح يظهر الفولتية بشكل معكوس عن الـ input. زين، خلينا نأخذ مثال
ونشوف كيفية استخدام الار اي واستخدام هذه المعادلات اللي اخذناها حتى نحسب التكبير وبعض العوامل بالدائرة الكاركترستكس مال هذه الدائرة. هذه عندي دائرة لامبليفاير منطيني بيها البيتا يساوي لي 100، الار او يساوي لي 5، الار او سمول طبعا يساوي لي 50 كيلو اوم. المطلوب من عندي ايجاد ار اي زد ان زد اوت اند اي في باعتبار الار او تساوي انفينيتي يعني ما موجوده، ومره ثانيه اعيد عمليه الحساب للزد او والاي في بوجود الار او اللي هي 50 كيلو اوم. الان حتى ابدي بالحل لازم اسوي او اوجد الار اي موديل. اول شيء اللي احتاجه راح شنو الار اي، حتى احسب الار ايش احتاج الاي اي. اوكي، فاذا اني حتى ابدي بحساب الار اي احتاج الاي اي. الاي اي شلون احسبه؟ من الدي سي بايسنج لازم اوجد الاي بي وبعدين اضربه في بيتا بلس 1 حتى اوجد الاي اي. اعرف انه حتى احسبه، هاي مره عليكم، انه التيار اللي يمر عندي بالبيس هو الفي سي سي ماينس الفي بي اي على الار بي، وطلع عندي 24.04 مايكرو امبير. هذا أضربه في بيتا بلس 1 اللي هي 101 راح يطلع عندي 2.428 ملي أمبير. هذا الآي. إذن هسا أنا أقدر أحسب الآر إي من القانون اللي ذكرناه قبل شوي اللي هو 26 ملي فولت على الآي إي بالملي أمبير. طلعت عندي قيمة الآر إي سمول هي 10.71 أوم. الزد إن هي شنو؟ الآر بي توازي مع بيتا آر إي small، وهذه مقدارها راح تطلع. لاحظ الفرق جدا قليل بينها. ليش؟ لانه قيمة الـ RB اعلى بهواية من البيتا RE، مو فاقدر اصلا اهملها يعني واقربها. الـ Z-out في هذه الحالة واللي هي الحالة الاولى اعتبرنا الـ RO infinity ما موجودة اكيد راح تساوي لي RC فقط. الـ AB راح يساوي لي minus RC على RE، طلع عندي ناقص 280.11. الان راح أعيد عملية حساب الـ Z-out والـ AV بوجود المقاومة الـ RO small اللي هي مقاومة الـ output بالنسبة للترانزستور. فأكيد الـ Z-out هي عبارة عن المقاومتين توازي RO و RC مثل ما شفنا بالموديل هنا، مو هذه، فهي توازي عندي. أجي أحسبها طلعت عندي 2.83. لاحظ أثرت عندي، قللت القيمة. الـ AV إيش راح يساوي لي؟ راح أستخدم القانون اللي هو ماينس RO توازي مع RC على RE، يطلع عندي قيمة التكبير ناقص 264، بينما بدون وجود الـ RO شقد طلعت ناقص 280. إذن هي إلها تأثير في الحسابات، لكن إذا موجودة معطات بالسؤال عندك أو بالمثال أكيد تستخدمها، ما موجودة لا أقدر ألغيها وأحيل بدون الـ RO. نجي إلى الكونفيجريشن الثاني اللي هو بالكومن إميتر اللي هو نسميه فولتج ديفايدر كونفيجريشن، أيضا مر عليكم. في هذا الكونفيجريشن عندي تكون عندي مقاومتين بالبيس تقسم لي الفولتية على البيس، وأيضا عندي بالإميتر مقاومة مقدارها أو نرمز لها بالـ RE حتى أحدد التيار اللي يمر عندي بالإميتر وبالكولكتر. وبهالحالة الإكوفالنت سيركت اللي راح تصير عندي، لاحظ بما أنه الـ VCC شورت مصدر الـ DC، راح تكون الـ R1 والـ R2 توازي مع بيتا RE. أوكي، اللي لاحظ ليش؟ لأنه احنا اعتبرنا هاي المتسعة شورت سيركت أيضا، فما عندي هاي المقاومة لغت بعد. شو بقى عندي؟ وهذه المقاومة المتسعة شورت سيركت، هاي المتسعة شورت سيركت. فاللي بقى عندي R1 و R2 توازي مع بيتا RE. مصدر التيار الكولكتر هو بيتا IB. الأوتبوت ريزيستنس اللي داخلية للترانزستور هي RO وتكون توازي مع الـ RC. نفس عملية الحساب راح أوجد إنه الممانعة الداخل ممانعة الدخل الـ ZN هي عبارة عن توازي هذه المقاومات، فهي راح تصير R1 توازي مع R2 توازي مع بيتا RE. أيضا Z output هي عبارة عن، وهذه طبعا أيضا أقدر أقربها وأكتبها فقط R
بيتا ار اي تعتمد على قيم المقاومات، اذا كانت اكبر من 10 اضعاف البيتا ار اي اقدر احملها. ايضا بهذه الحاله الزد اوت هي الار سي توازي مع الار او، واقدر اقربها الى ار سي فقط. الاي في راح يساوي لي نفس عمليه الحساب اللي اجريتها سابقا، اذا ارجع اعيدها راح تنطيني نفس الفكره انه ماينس ار سي توازي مع ار او على ار اي، واقدر احمل الار او سمول وراح يصير الاي في ماينس ار سي على ار اي. خلينا نجي ناخذ مثال نشوف كيف نستخدم هذه الار اي موديل في اناليسيس بالفولتج ديفايدر كونفيجريشن. لاحظ ايضا نفس المطلب تقريبا مال السؤال المثال السابق، اوجد الار اي زد ان زد اوت واي في مع اهمال الار او، واعيد حساب الزد اوت والاي في بوجود مقاومه الار او سمول مقدارها 50 كيلو اوم. هنا منطقي البيتا عباره عن 90 مقدارها، موجودة عندي القيم. أول شيء أحتاجه لازم أحسب الار اي، وبهالحالة أنا أعرف أنه حتى أحسب الار اي بالفولتج ديفايدر لازم أوجد الفولتية في هذه النقطة، أطرح منها الفي بي اي تطلع من الفولتية في نقطة هذه اللي هي الفي اي، أقسمها على الار اي تطلع التيار الاي اي واللي هو تقريبا مساوي للاي سي. حتى أحسب الفولتية في هذه النقطة اللي هي الفي بي فولتية البيس للترانزستور، هذه المقاومة راح أنقل تأثيرها إلى هذا الطرف لأنه دي سي هنا عندي، لاحظ المتسعة open مو أي سي أناليسيس. هسا أنا حتى أوجد الـ RE لازم أوجد الـ IE اللي هو الدي سي، فبهالحالة راح هذه مو شورت سيركت open سيركت تصير، وهاي المقاومة لها تأثيرها بالأنبوت مو هاي، حتى أنقلها للأنبوت راح أضربها في بيتا راح تصير عندي هذه المقاومة الـ 8.2 توازي مع بيتا R E كابيتال، بعدين توازي أسوي فولتج ديفايدر وأوجدها. خلني نجي نشوف الحل. الـ R E راح أضربها في بيتا بلس 1 اللي هي تصير 91، راح تطلع عندي R E داش نسميها اللي هي هنا تظهر. هذه الـ R E 2 الـ R 2 مو هذه R 1 هذه R 2، الـ R 2 داش هي عبارة عن الـ R 2 توازي مع الـ R E داش واللي هي 8.2 كيلو أوم. طبعا هنا طلعت عندي الـ R E داش 136.5 كيلو أوم. الـ R 2 داش تساوي لـ R 2 توازي مع R E، وأقدر أستخدمها أحل بها هذه القيمة اللي طلعت عندي من المعادلة الأولى، فطلع عندي قيمة المقاومة التوازي اللي هنا موجودة هي 7.74 كيلو أوم. لاحظ إلها تأثير. الآن حسب قانون الفولتج ديفايدر الـ VCC في المقاومة R2 على مجموع المقاومتين، هذا ما أخذينا أنت قانون الفولتج ديفايدر، فراح أوجد رأساً فولتية هذه النقطة VCC في R2 داش على R1 plus R2 داش، طلع عندي فولتية الـ VB هذه النقطة هي 2.67 فولت. الاي اي بهالحاله هو الفي بي هذه ناقص الفي بي اي حتى اطلع فولتيه هذه النقطه، طلعت عندي 1.97 تقسيم 1.5 كيلو اوم اللي هي هذه، طلع عندي الاي اي شقد 1.31 ملي امبير. اوجدت الاي اي، اذا الان اقدر اوجد الار اي من هذه المعادله اللي هي 26 ملي فولت على الاي اي، طلعت عندي الـ RE 19.85 أوم. الآن ZN مانعت ZN هذه اللي هي بالـ AC هسة، لاحظ من أحول إلى الـ AC هاي شورت سيركت صارت، فمن البقى عندي هنا بيتا RE small، فصارت بيتا RE small توازي مع هذه توازي مع هذه المقاومة، أوجدهم مقدار ZN هي R1 توازي مع R2 توازي مع بيتا بلس 1 أو بيتا أحسبها رأسا في RE، طلعت عندي الممانعة الكلية لهذه المقاومات التوازي اللي هنا هي ZN مقدارها 1.44 كيلو أوم. الزد أوت راح تساوي لي RO لأنه أنا فارض أنه بالحالة الأولى RO إنفينيتي، إذن الAV شو تساوي لي؟ ناقص RC على RE، وطلعت عندي 342.57 بالماينس طبعا. الآن
أكو عندي نقطة مهمة في هذه الدائرة. العملية اللي أجريتها هسه بالحساب، دخلت بحساباتي تأثير الـ RE بالديس الـ RE كابيتال بالديس أناليسز، في لما حسبت فولتيات النقطة هذه وحسبت الـ IE، لكن أقدر أطبق عليها نفس فكرة القانون إنه بما هذا قيمتها أكبر من 10 أضعاف هذه المقاومة أقدر أهملها، وبهالحالة ما أحتاج حتى أحسب هذه النقطة أجري عملية التحويل هذه. كل اللي أحتاجه فولتج ديفايدر عادي، الـ VB راح يساوي لي الـ VCC في R2 على R1 زائد R2، شقد طلعت 2.81 فولت، لاحظ هنا شقد أنا طلعتها 2.67 exactly هذه القيمة، هذه تقريب. أيضا حتى أحسب الـ IE راح أقول VB اللي أنا حسبتها هنا من التقريب ماينص الـ VBE على RE، طلع شقد التيار 1.41، احنا هنا شقد حسبتها 1.31، فأكو تقريب عندي مو؟ أيضا الـ RE راح أطبق عليها القانون، لاحظ شقد طلعت عندي 18.44، الفعلية 19.58، فأكو عندي فروقات قليلة، لكن أقدر أستخدم هذا التقريب لأنه ما راح يأثر عندي كل شوي بالقيم. مني أجي أحسب التكبير على هذا التقريب راح يطلع عندي ناقص 368، هنا هو ناقص 342، فهذه العملية أقدر أستخدمها، أقدر حتى لو ما موجود عندي البيتا أقدر أعرف في هذه الدائرة، مو بالدائرة السابقة الفيكست كونفيجريشن، لا الفولتج ديفايدر حتى لو ما موجودة عندي البيتا أقدر أحسب التكبير، وهذه لازم تنتبهوا لها، مو مثل ما صارت العام في أحد الامتحانات في النهائي الطلاب ظلوا يشتكون إنه بيتا ما موجودة، ما تحتاجها في الفولتج ديفايدر، تقدر تستخدم التقريب ورأسا تحسب الفولتج بهذه النقطة، توجد الـ IE وتحسب الـ RE small وتحسب التكبير حتى لو ما موجودة عندك البيتا، أستخدم هذه الطريقة وأحسب. أوكي؟ إذا فقط التكبير كان مطلوب من عندك. الآن نعيد عملية هذه الحساب اللي هو التقريبي، وعادة ما احنا نستخدم التقريب هذا أكثر من الطريقة الأولى الإكزاكت، هذا لأنه أسهل وأسرع عندي بالحل، فدائما نحاول نستخدم هذه الطريقة. الآن الـ RO راح تصير عندي تدخل بالحساب، فالـ ZO راح تصير RO small توازي مع RC، طلعت عندي 5.98 كيلو أوم. أرجع أستخدم هذه القيمة، شقد طلع عندي التكبير ناقص 324، بينما بدون الـ RO ناقص 368. إذن هسه أخذنا فكرة عن كيفية استخدام أو إيجاد الـ RE model وكيفية استخدامه في تحليل الدائرة وإيجاد الـ Zin Z out والـ AV. عندنا تكملة لبعض الدوائر الأخرى إن شاء الله وبعض الـ configurations القادمة بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.